أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات. وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة أمواج الرياضية 2/9/2022، وهي القناة الأولى فلسطينيا، وهي قناة وفضائية أمواج التي تبث من داخل دولة فلسطين العربية. وتردد قناة أمواج الرياضية هي الكاشفة بقوة عن مجمل اللقاءات الكروية والرياضية التي يمكن بثها مباشرة عبر الأقمار الصناعية مباشرة، خاصة دوري أبطال أوروبا والدوري الأسباني وكذلك الدوريات الأخرى أمثال الدوري السعودي الممتاز والدوري المصري وكذلك الدوري القطري للدرجة الأولى، وما على ذلك من دوريات ونزلات كروية أخرى. تردد قناة أمواج الرياضية نايل سات 2022، القمر الصناعي نايل سات، التردد 10993، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500. إذن تردد قناة أمواج الرياضية نايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 10993، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 10993، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة أمواج الرياضية الفلسطينية نايل سات 2022. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.